دور متكامل وأساسي تطلع به السيدات الإماراتيات العاملات في شركة ستراتا والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، حيث تبوأت الشركة مكانة متقدمة في هذا المجال بنسبة تقارب 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة. يعملن جنبا إلى جنب مع الرجال في قطاع كان سابقا تنظر إليه المرأة كميدان يصعب عليهن. حاليا نحن فخورين جدا أن عندنا أكثر من 50% من العاملين في شركة ستراتا من العنصر النسائي، من بينهم 87% من المواطنين، وكذلك عندنا أول إماراتيات يحصلون على شهادات في الفحوصات الغير مدمرة على مستوى الدولة، وعندنا فنيين بدوا كفني هياكل طائرات وما شاء الله حاليا ماسكين عدد من خطوط الإنتاج. شركة ستراتا من البادرات الحلوة اللي طرحتها عنا أنها وفرت لنا الدوام الجزئي، فأنا كأم عاملة أقدر أوازن بين حياتي الأسرية وبين شغلي الوظيفي. في منطقة الإنتاج 21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة لضمان إنتاج وتسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق جداول التسليم المتفق عليها مع كبرى شركات صناعة الطيران. في قسم البحث التطوير نركز على تطبيق وتطوير أحدث تكنولوجيا مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، وأنا دوري متركز في البرمجة وفي أن نطبق أجهزة ذكية في شركة ستراتا تساعد على تصنيع الطائرات. يوم أنا أول شيء دشيت ستراتا كنت مستصعبة الأمر، أول شيء لأنه لنا قطاع طيران وهذا شيء كبير، وثانيا لأن كنت بنت الوحيدة في فريقي، بس مع الوقت استوعبت إن عادي، يعني ما في شيء مستحيل أولا، وثانيا من السهل إن تتعلمين من غيرك وبعد أنت تعلمينهم في نفس الوقت. المرأة الإماراتية استطاعت أن ترسم صورة جديدة في هذا القطاع وتكون عنصرا مميزا يجسد التصميم ويحقق الإنجازات في مسيرة التقدم، وكل ذلك بفضل الدعم الذي أولته لهن القيادة الرشيدة من خلال تبني دولة الإمارات سياسات داعمة للمرأة ساعدتهن على تبوؤ مراكز قيادية والمشاركة في دفع عجلة الابتكار. عمل السيدات اليوم في قطاع الطيران ترك بصمة جميلة جدا. حصلنا الدعم من الحكومة، حصلنا الدعم من الإدارة في الشركة، وحصلنا دعم كبير من زملاء العمل. ستراتا عملت على استقطاب الكوادر الوطنية التي تتمتع بالمهارة وتمكينها من قيادة نمو الشركة وخوض غمار العمل في قطاع صناعة الطيران العالمي من دون أي تمييز بين الرجال والنساء، ولتمكين النساء في قطاع يهيمن عليه الرجال عادة. هذا المكان مناسب جدا للمرأة، ولله الحمد يعني أنا قدرت أطور من نفسي، وأنا دخلت في البداية في قسم البرامج، لكن اليوم أنا في قسم الآي تي سعيا لتطوير نفسي وسعيا لأني يعني أحاول أكون منتجة في هذا المكان. أنا أشوف ولله الحمد أنه ما في حاليا أو في وقتنا الحالي أي تحديات اللي هي تمنع المرأة من أنها تدخل أي مجال، يعني أنا ولله الحمد ما واجهت هاي التحديات أو المشاكل. في هذه الشركة تجد في كل زاوية قصة نجاح تثبت قدرة المرأة الإماراتية على المنافسة وتمتعها بالمهارات الفريدة في قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، تشكل جميعها نموذجاً مميزاً للجيل القادم لتحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات والتحليق في سماء صناعة الطيران.